شوشة. أنا شايف إن المجموعة دي كلها عملت اسمها من عمرو دياب. لو كان في الوقت اللي عمرو دياب فيه روتانا فرض عليه إن هو ده العقد اللي هيتعاملوا بيه، أعتقد إن هما كانوا لازم يقفوا جنبه زي ما هو واقف جنبه. يعني نقط الخلاف بيني وبينه مش زي بيني وبينهم، مش زي بينهم وبينه، يعني مختلفة خالص. لا، أنا مشكلتي في التعامل مع عمرو دياب ما كانتش روتانا، مشكلتي في التعامل مع عمرو دياب إن إحنا يعني ما اتفقناش، ما ارتحناش في التعامل إحنا الاتنين. يعني ما قعدنا مع بعض، هو كان شايف إن أنا جايز حاسس بنفسي، أنا كنت شايف إن الموضوع أبسط من كده، الموضوع أنا ملحن وإنت اسم كبير، مش محتاج لنا أحس بنفسي ولا أنت تحسسني إن أنا صغير. جايز أنا لو نجحت نفس نجاحه ال 25 سنة اللي هو نجحهم، جايز أتعامل مع نفس الناس اللي هيجولي زيه، وجايز لأ. هو جايز يبقى بالنسبة لناس تاني ظريف، بالنسبة لي أنا كنت شايف إن الموضوع أسهل من كده. الموضوع عرض وطلب، بسمعك حاجة تعجبك هتاخدها، ما بتعجبكش ما بنختلفش، لكن لو ما عجبتكش أو عجبتك وحبيت تغير عنصر من العناصر اللي شغالين في الموضوع وأنا جيت أقول رأيي، مش عيب إني أقول رأيي، ومش عيب إني أحاول أفرض رأيي على نجم كبير أيا كان اسمه، لأن في الآخر موضوع عرض وطلب، ممكن توافق وممكن ترفض، لكن لو وصل للخلاف ما خسرتش حاجة. الملحنين والموزعين والشعراء بيبقى في دايما ملحن وشاعر وموزع متعودين يشتغلوا مع بعض، وفي بينهم زي بيقولوا كيمياء، إرفة زي ما الناس بتسميها، والنتيجة بتاعتهم دايما بتتعرض على أسامي معينة برضو هم شايفين إن بينهم وبين بعض نجاح. دي حاجة موجودة وليها أسباب. أسبابها أولا بيبقى أكيد غير حبهم للشخص اللي بيعرضوا عليه الحاجة ده، أكيد في تقدير مادي مختلف، أكيد في تقدير معنوي مختلف، فما أقدرش ألومهم. أنا نفسي واحد من الناس كنت ما بعمل أغنية حلوة إيه بسمعها الحمائي، لو في ناس كانت بتقول لي أنت من شلة حمائي ما كانتش الكلمة بتضايقني، مش أنا بحبهم. كلمة فنان دي أنا بشوفها خسارة في ناس كتير، مش كل اللي بيغني فنان، مش كل اللي بيرسم فنان، مش كل اللي بيمثل فنان. كلمة فنان دي معناها أنت عندك حاجات زيادة في كل حاجة، زيادة في الأدب، زيادة في الاحترام، زيادة في الإحساس، وزيادة في أنك واثقة أن موهبتك هتجيب لك فلوس. يعني ممكن تدخلي أي بزنس تاني لو طمعانة في الفلوس وهتعرفي تعملي فلوس، لكن دخولك الفن بموهبتك ده بالنسبة لي الفلوس هعملها. يعني لو ليا نصيب وتوفيق من ربنا في اني هعمل فلوس هعملها، سواء اشتغلت مع مطرب واحد او اشتغلت مع 50. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org